A short 120 by 180 mm column supports the three axial loads shown. هو 30 20 100. Knowing that the section ABD is sufficiently far from the loads to remain plane. Determine the stress at A و at B. يعني عايز يحسب عند ال A وعايز يحسب عند ال B. طبعا متعرض لكمبريشن كومبريشن كومبريشن فيتجمعوا مع بعض لود واحد. فنقدر نقول إن اللود الإجمالي اللي هو 30 و20 ومية يتجمعوا بمية وخمسين، والمية هنا أكثر من 30، فالمومنت هنا المومنت هيكون بالمنظر ده. دول 150 كانهم عند السنتر، والمومنت هيكون 100 في مسافته ناقص 30 في مسافته. تعالوا نشوف كده، البي توتال قلنا 100 زائد 20 زائد 30 150 كيلو نيوتن، ويسببه كومبريشن على المقطع سواء عند A أو عند B أو أي نقطة أخرى. أما المومنت دي ما بتعملش مومنت لأنها هتمر بالسنترويد. أما المية هتضرب في 60 100 كيلو نيوتن و60 ملي، فالكي ضيع الملي، فمية في 60 يعمل مومنت هنا لتحت ناقص 30 في 30 في 5100 نيوتن دوت متر بالاتجاه المبين ده. فصار عندنا لود وعندنا مومنت. دلوقتي أقدر أحسب السيجما عند الـ A عبارة عن كومبريشن وتنشن، فماينس P أوفر A زائد الـ M في الواي على الـ I. الـ P 150 في 10 أس 3، الأريا عبارة عن 120 في 180 يعني 0.12 في 0.18. ده الاسترس الناتج عن الأكسيال لود. بالنسبة للمومنت M اللي هي 5100، الواي بعد نقطة A عن السنترويد اللي هي 90 في 0.09، الأي 1/12 العرض اللي هو 120 في الارتفاع اللي هو 180 تكعيب. 120 بقت 0.12 متر، 180 مللي بقت 0.18 متر. هنا ماينس هنا بلس، الماينس ده ماينس 6.94، المومنت عمل 7.87. طبعا الاثنين تأثيرهم قريب من بعض. ليه؟ لأن مش لود واحد، ده مجموعة لودز وقيمة كبيرة، وده ما بيعملش مومنت وده بيعادل ده، خد منه شوية. خلاف لو شيلنا الاثنين دول عملنا المية هنا، يبقى تأثير المومنت أقوى أقوى كتير يعني من الأكسيال لود. لكن عشان نتيجة في أكسيال لودز كتيرة وبيعادلوا بعض، فالمومنت أقل شوية، زي ما احنا شايفين ده ناقص ده، وده ما يعملش مومنت خالص، ولكن ليه اكسيال لود، ليه تأثير يعني في الاكسيال لود، فطلع ده قريب تقريبا من المومنت. المهم نقطة A طلع عندها 0.93 ميجا باسكال وتنشن. بالنسبة لنقطة B هيكون عندها كومبريشن وكومبريشن، ماينس نفس ده بالظبط، P over A نفسها، كل حاجة زي ما هي، مش أي تغيير. بالنسبة للمومنت، المومنت نفسه والآي نفسها، ولكن نفس الشيء برضه نقطة B بعدها نفس بعد الـ A اللي هو 0.09، يعني كل الموضوع ده ماينس وده ماينس، مش اختلاف غير كده، ده ماينس وده ماينس، يتجمعوا مع بعض طلع ماينس 14.81. يبقى نقطة A عندها تنشن تقريبا مرة على الصفر، أما نقطة B هتتحمل الجزء الأكبر من الاستريسس، وطلع تقريبا 15 ميجا باسكال، وزي ما احنا شايفين كومبريشن.